بفاملي اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مدرسة ومركز دي واي اس، مركز متخصص للصعوبات التعلمية. نتعرف على مختلف خدماته مع ضيوفنا. برحب بصاحبة مديرة المدرسة أماني الجردي. أهلا وسهلا فيك أماني. وبرحب كمان بالدكتور أحمد عويني. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك أستاذ محاضر بجامعة الأليو وكمان اختصاصي صعوبات تعلمية، عم بيستفيدوا من خبرتك بمركز دي واي اس. أماني رح أبدأ معك، هالمركز أو هالمدرسة منا مدرسة عادية، كيف بتختلف عن المدارس اللي نحن بنعرفها؟ المدرسة بتقدم منهج أكاديمي مرفق مع برنامج علاجي. عم نحكي عن أربع أنواع علاجات اللي هي نفس حركة انشغالة، نفس لحاله، و انشغالي ونفسي لغوي. نعم، اللي هو عم نحكي عن نطق اورال وكتابه. سو لما يرفق المنهج الاكاديمي مع منهج علاجي، بتعمل هيدي المدرسه المتخصصه بتصير خطط فرديه وعلاج فردي لكل ولد. هذا اللي بيميز المدارس المتخصصه عن المدارس العاديه. اماني، انت حبيت تركزي على هالموضوع من وراء تجربه خاصه انت عشتيها، خبرينا سريعا عنها حتى ولو ذكرناها سابقا. اورايت، البريفينج هو انه اكيد واجهت كثير تحديات بحياتي التربويه اذا بدك تقولي مع مدرستي، والمدرسه ما كانت كثير عارفه شو هي الحاله لانه بوقتها ما كان في هذا الوعي. سو هيدا التشالنجز خليني اعمل ريسيرشز عن هذا الموضوع واتوجه اكثر نحو هيدا الاختصاصات. هلا نحن على انترناشونال ليفل عم نشتغل مع مؤسسات خارج لبنان لتبادل خبرات وتبادل برامج. سو ذيس از ماي بيرسونال ستوري، ذيس اجت من بيرسونال ستوري. نعم، وقد ايه بالفعل نحن اليوم بحاجه لهالنوع من المدارس او هالنوع من المراكز؟ لانه بنلاحظ انه معظم المدارس بمختلف المناطق اللبنانيه منن مجهزين تيستوعبوا ويستقبلوا او يشتغلوا مع هالولاد. لما بنقول صعوبات تعلميه عن شو عم نحكي دكتور عويني؟ عم نحكي عن صعوبات مش مكتسبه، يعني الولد بيخلق فيها عنده صعوبات، يمكن هيدي ما كل الناس بتفهمها بالضبط، لانه نحن دائما كمجتمع وحتى كمعلمين بنلوم الولد اذا ما عم بيقرا مزبوط، بنقول عم بيتغنج، او بنقول ما عم بيركز، او بنقول حق على المدرسه، يعني دائما الحق على حدا. بس في صعوبات حقيقيه لما الولد ما يقدر ينقل كلمه مزبوطه من اللوح، في مشكل عنده لما ما يمسك القلم مزبوط، مش يعني انه هو عم بيتغنج، في سبب لهالمشكله، في سبب عضوي وهيدي او عصبي اذا بدك نيورولوجيكال، وهيدا شيء مش واضح للكل. وقد ما حكينا عن الموضوع كثير في ناس بعد ومربين تربويين ما بيعرفوا للاسف. وبتعرفي كثير بتصير بتضايق المعلمه وبتصير بتلوم الولد وبتأنبه انه كيف ما عم تكتب منيح، ما قلت لك هيك بيمسكوا القلم، ما قلت لك هالكلمه هيك بيقروها. فهيدي الوضع عم ينظلموا الولد فيه، لانه الولد بالنهايه بياثر على سيلف استيم، بياثر على ثقته بنفسه، بيصير عنده شعور بالاحباط وممكن يولد من وراها على علاقاته مع سلوكية. كل الناس، مش مشاكل بس سلوكيه، مشاكل بالبيت. نعم، مشاكل بالدرس، مشاكل اجتماعيه الى اخره، تسرب، مشاكل ممكن تتطور لاحقا اذا ما انشغل عليها بوقت معين. بالضبط. بتشتغلوا على الولد مش بس من الناحيه الاكاديميه، يعني مش بس بتستقبلوا اولاد اللي عندهم صعوبات تعلميه وبتركزوا عليهم كثير منيح، بتحطوهم مع بعض وبتشتغلوا عليهم اكاديميا، بتشتغلوا عليهم من اربع نواحي مثل ما ذكرت أماني، يعني تربوي علاجي. نعم، هن بيكملوا بعض الحقيقة، ما فيك تجزئيهم. معظم الأولاد محتاجين لهالأربع نواحي، وكتير حلو أنه هالاختصاصات موجودة مع بعض بالمدرسة، واللي هو مش متوفر. نعم، بمدارس تانية أو يمكن بمراكز تانية. واكيد الدي واي اس مدرسه مميزه لانه بتركز كثير، يعني في كواليتي انستراكشن، يعني في بيركزوا على الجوده يعني وهالعطاء على الولد، لانه في بتعرفي مختلف المدارس عندها عده نماذج اذا بدك لكيف بيساعدوا الاولاد اللي عندهم صعوبات. ونحن لما نقول في مدرسه بتساعد ولد عنده صعوبات، مش ضروري يعني عم بيشتغلوا مزبوط، يمكن يطلعوا الولد من صفه ويرجعوا يعيدوا له الدرس، هذا ما اسمه دعم او علاج. وقت ما كان في محاولات دكتور عويني، الوقت عنصر اساسي، اذا الولد ما تخصصت الوقت اللي هو بحاجه له، المحاوله لوحدها ما بتكفي. صحيح، يعني خاصه لما يكون في اولاد غيره موجودين بالصف، قد ايه ممكن يعطوا من وقتهم؟ اي يعني هون عم ينحط اهميتكم انتم، يعني هون في تركيز على هالصعوبات. وكل ولد حاله فرديه، كل ولد له برنامج خاص. الخطوه الاولى مع الولد شو بتكون عندكم؟ دائما دايجنوسيس، وي اولويز ستارت وذ دايجنوسيس. قبل ما نحن نعمل فحوصاتنا نعمل
كل انواع التستات لنعرف بالضبط وين نقاط القوه وين نقاط الضعف، بنقيس المهارات الادراكيه، تحليل، منطق، تفكير نقدي، ذاكره، انتباه وتركيز. لما بتقيسي المهارات الادراكيه بتعرفي بوينتس اوف سترينث، بوينتس اوف ويكنس، يعني مش بس نقاط الضعف كمان نقاط القوه حتى تشتغلي عليها. نحن ما بنبلش نشتغل على نقاط الضعف، الستارتنج بوينت هي نقاط القوه والجول لنا هي نقطه الضعف. سو دائما بنبلش بالدايجنوسز، وابون دايجنوسز اكير دايجنوسز كل شيء بيصير بعدين سهل. تعمر البنايه لما تكون مهندسه صح على اسس سليمه. حددنا شو هي النقاط الايجابيه والسلبيه عند الولد، كيف بتتابعوا يعني كيف بتحضروا برنامج او خطه فرديه للولد حسب الناحيه؟ يعني اذا كان في مشاكل ادراكيه بدها تكون مشاكل بالذاكره، مشاكل بالادراك، يعني انه يمكن ما بيسمع الاصوات او بيدركهم، هو فرق بين سماع وادراك. السماع بيسمع شيء بس يمكن ما عم بيقدر يميزه عن اشياء ثانيه، ان كان سمعا او بصرا، يعني ممكن اشياء حركيه، ممكن اشياء لغويه، وعلى اساسه بنحط له خطه محدده مع اهداف كثير واضحه وبرامج علاجيه متخصصه. يعني نعم. صعب نفوت بتفاصيل تقنيه اكثر من نعم. هيك، لانه صرنا عم نعطي يعني عم نفوت بصلب الاشياء التقنيه يعني. بس الفكره بشكل يعني كرؤوس اقلام بتقول انه حسب الاسسمنت اللي بيطلع والدايجنوسز اللي بنعمل نقاط القوه والضعف بنعمل هالخطه خاصه لهالولد، وإلها طريقه تقييم هالخطه، لانه ما بتنعمل بس مره، بدك دائما تعدليها وتشوف اذا هالتلميذ عم بيستفيد. اي اعمار بتستقبله ابتداء؟ من اي عمر ممكن يتوجه؟ 4 ل 14 سنه. يعني ممكن يبدا المدرسه عندكم الولد ويستمر للصف السادس؟ مزبوط. هلا بيسكلي العمر العقلي ممكن يكون غير عمر الفعل، سو نحن توزيع الاولاد بصفوفهم هي ما بتكون على العمر حسب الفعلي. العمر اكزاكتلي ديبنس على العمر العقلي لهم، لانه ديبنس على الكيس. مستوي يعني للتلميذ مستوى العمري والصفي. دكتور عويني، حسب خبرتك وكاختصاصي بالصعوبات التعلميه، باي عمر ممكن نبلش نتدخل انه لنساعد الولد اللي عنده صعوبات تعلميه؟ هلا كمؤشرات بتبين بكير الحقيقه، بتبين بعمر الاربع سنين وقبل كمان، بس خلينا نقول مثلا نلاحظ الولد ما بيقدر ينفذ تعليمات سمعيه تعطيه اياها، لغته بعد مفرداته بلغته الام يعني طبعا ما عم تتطور بشكل مثل ما لازم لعمره، ما عم بيقدر يلقط الاغاني تبع الاطفال، مسكه القلم، بتعرفي الاولاد بياخذوا القلم وبيلونوا، في مسكه بالقلم منها كثير مضبوطه، ممكن تعامله مع الفضاء مع السبيس يمكن يكون هيدي كلها ممكن تكون مؤشرات انه في صعوبات تعلميه. مرات بيلخبط اصوات اصوات بكلمه كمله مثلا، بيقول كلمه نعم. كمله هيدي اوكي ممكن تروح لوحدها، ما عم بنكر، بس ممكن ما تروح. هلا انا ما عم بقول هيدا تشخيص، انا عم بقول مؤشرات، بس انا يعني محل الاهل بجرب اشتغل عليها شو الغلط، بجرب روح عند اختصاصي خاصه لغوي او اورتوبيداغوج يعني سبيشال. هون باي عمر ممكن بلش نتحرك؟ يعني 3-4 سنين ممكن؟ 4 سنين وين المشكله؟ يعني ما عم نطلب لا عمليات ولا عم نطلب خاصه اذا لاحظنا في تاخر بالحكي او غلط بالحكي. هيدي ناحيه كثير مهمه. هون في كثير معتقدات خاطئه عنا ببلدنا، يعني دائما بنحكي بقصه الدلع الغنج، بنحكي بانه بيو كان هيك، يمكن هيدي اهم مؤشر، هيدي منه مسحل. هون التدخل المبكر هو كثير اساسي بشغلنا. كل ما تاخرتي كل ما يعني استدراك المشكلة عم نروح سنين تميني ممكن يستفيد منها الولد. فشو الغلط يعني؟ وفي كثير ناس بيفكروا انه ما بدنا نفوت بمتاهات وما بدنا ومنه مجنون، وبتعرفي كيف بيربطوا اشياء ببعض، مع انه حرام الاختصاصيات نطق عندنا بكل المناطق بلبنان، وفي حتى بمراكز تدريب الكلفة شبه مجانية، يعني انه ما في عذر انه ما يستفيدوا منها. نعم. وموضوع التدخل المبكر هو شيء جدا مفيد يعرفوه الاهل، واحيانا نحن بنكون عم نعمل كيس ستدي او الفري كونسلتنج لنعرف اي نوع من الاختبارات نعملها، اللي بنرجع العمر اللي بنرجع عليه هو من وقت ما ولد، اول مره هو قال اول اصوات، واول مره هو مشي، اول مره هو عبر عن حاله، سو بيسكلي نحن عم نحكي عن 4 سنين فور دايجنوسيس، بس نحن عم نحكي عن مؤشرات بترجع من اول ما ولد، يعني اول اشهر from day zero. يعني هون دور الاهل اساسي بالتشخيص تقدموا لكم المعلومات الصحيحه. فينا نقول ما بدنا نسميها تشخيص، فينا نسميها بنحط ريد فلاجز، يعني الام لازم تحط ريد فلاج بدها تقول انه انا هيدا المؤشر لازم ضلني عم تابعه عن طول عمر معين لبلش اعمل له التشخيص. وهو يخطئ التشخيص عندما يكون صغير لسبب انه الولد بيكون عنده شيء اسمه انفراط عاطفي. انفراط العاطفي بيعطينا رانك سيمبتومز، لانه بيكون هو عم يتصرف حسب عاطفته مش حسب ما
بيعرف. كرمال هيك التشخيص الكتير مبكر ما كتير بيعطيني نعم. مؤشرات والبيست يعني. بس ما بيمنع نشتغل على المؤشرات لو شو ما كانت يعني فينا حتى نشتغل على اللغة يعني فينا نشتغل على النطق فينا نشتغل على اللغة ما في خسارة يعني. نعم. دكتور عويني خلينا نحكي شوي عن وضع الأهل. بعرف أنه بتواجهوا مشكلة مع الأهل لأنه الجزء الأكبر منهم بيعيشوا حالة رفض لحالة أولادهم يعني ما بيتقبلوا بسهولة أنه ولدهم ممكن يكون عنده صعوبات تعلمية وهالشي بيأخر علاج ولدهم. صحيح يعني أنا من وجهة نظري بمؤسسة تبعيتي يعني هي ألفابات لأنا بتعامل مع أماني كمستشار يعني كونسلتنت أو حتى بالأبحاث اللي بعملها دائما في بمعظم الحالات الأهل في عندهم رفض أكيد ما بيصدقوا أكيد ما في يعني أنا صعب أحط حالي محل الأهل لأنه بدك تعيشي هالتجربة بس أكيد ما بيتقبلوا الأهل بسهولة وعندهم معتقدات كثير خاطئة أنه ولدي ما بشي ويعني بصيروا بيبرروا إشياء معينة أنه يمكن الخادمة قضت وقت معه أكثر أو كنا بغير بلد أو بيحضر كثير تلفزيون يلي هي بكون عم بضروا ولدهم 100% وهيدي الصعوبة مع أنه نحن اللي عم نطلبه منه شيء هالقد خطر يعني ما عم نحكي لا بعمليات ولا بأدوية ولا بشيء بالعكس عم بتجو عم بتأمنوا جو يعني مكيف يعني ملائم أكثر لا لا ولدهم إيه بس في هالحواجز إنه هالأهل ما بيتقبلوا إنه ولدي بشي يعني هيدي لأنه بيعتبروا شيء عقلي نعم. عرفتي كيف فهذا بيخوفهم وأكيد من ناحيتين مثل أي مرض إذا بتتأخري بعلاجه مثل سنين إذا بتطولي لتعالجيهم بتصير مسوسو بتصير بنبلش بمشكلة صغيرة نعم. بنصير بشيء أكبر. أعطينا فكرة كيف بتشتغل مع الولد اللي عنده صعوبات تعلمية؟ هلا يعني اكيد اول مرحله هي التقييم والتشخيص بعدين الخطه الفرديه الاي اي بي بعدين بتبلش الخطه هلا في عندك المنهاج الدولي يلي يتبع وبعدين في استراتيجيات متخصصه مثلا الولد يلي ما بيقدر يقرا منيح ما بيقدر خلص يتعلم القراءه مثل غيره فبده يصير في يعني اليات معينه مثل وعي الاصوات مثل التمييز البصري التمييز السمعي الاحرف بده يحس فيها بده يلمسها بده يكتبها بالهواء يعني بتصير الطريقه التقنيه هي بتختلف والمتابعه التطور بده يكون كثير كثير دقيق مش مثل الولد اللي قاعد بصف فيه 25 ولد المعلمه مش رح تركز عليه المنهج الاكاديمي هو ذاته مثل بقيه المدارس الموجوده بلبنان او خاص كمان هو برنامج خاص للولاد لهالولاد على الحاله في حالات من اقلم المناهج اللي هي الستاندرد كوريكولوم وفي حالات لا بدك تجيبي لها برامج متخصصه اللي هي برامج بتنجاب من برا علاجية يعني بتكون نعم. متخصصة وعليها انعملت عليها أبحاث التربوية علاجية إذا بدك تقولها حسب مستوى التفكير أو كيف بيشتغل هن ببلشوا من الصفر يعني عادة ببلشوا إنه الولد ما بيعرف شيء من الأحرف من الأصوات لا للجمل لكلمات للجمل نعم. إلى آخره أماني المدرسة موجودة بشويفات نعم. أعطينا فكرة عن التوقيت مثل مدرسة هي عادية هي مدرسة عادية من الثمانية للتنتين نعم هون بيتعلموا اكاديميكس 100% ولا العلاجات بتكون من قبل دوام المدرسة لا مدرسة قبل الظهر وبعد الظهر للأولاد اللي هن بدهم اكسترا علاجات اللي هن بيجوا بير سيشنز يعني ممكن الولد يتبع نهار عادي بالمدرسة نعم. وبعد الظهر نعم. عنده العلاج نعم. الخاص exactly. له ممكن الولد بس ياخذ العلاج عندكم بعد الظهر 100% اذا كان هو ولد مؤهل انه يكون بمدرسة عادية انما بده ريهابيليتيشن بروجرام ديفينتلي بنشتغل عنها بس يعني يكون بمدرسة غير وبيجي نعم. على السنتر مثل نعم. لخدمات يعني مرتين ثلاثة بالأسبوع لأنه نحن هلقد بحاجة لهالنوع من المدارس أو المراكز بعرف في أشخاص كتار اهتموا فيكم وبالمركز تلقيتوا دعم من عدة جهات مزبوط قدرنا جهزنا عيادتين سنة الماضي البلديات تبرعوا لمدرستنا وجهزنا يعني عيادتين إذا بدك تقولي مع كل التولز اللي لهم هلا بعدنا قصنا equipments بعدنا قصنا برامج أحدث اللي نحن عم نشتغل فيها we have to be on technology basis أكثر من هيك so definitely ناقصنا بعد دعم بتتعاونوا مع مدارس او جهات متخصصه من الخارج ايه بنعمل اكسشينج اوف بروجرامز نحن عندنا كونفرنسز سنويه بالكونفرنس السنويه نحن وي جيت اكسبيرتيز من برا وانا بسافر على كونفرنسز برا كمان سو ذات وي كان اكسشينج بروجرامز لانه بتعرفي وي كانت ري انفنت ذا ويل اجين يعني وي هاف تو جيت اشياء اوريدي حاضره لانه الوقت مش لصالحنا سو ابحاث برا واللي اشتغلوا عليها برا كثير بنستفيد منها لنقدر نبلش اون ا ويل بيس ستراكشر يعني التطور الموجود
بالخارج بالنسبة لهالموضوع عم تقدروا تحصلوا على كل شيء جديد فيه. بأي لغة بتشتغلوا مع الأولاد؟ English and only English. English عربي بس إنه no French section. بس باللغة الإنجليزية. 100% ونحن دائما ننصح أي ولد عنده learning difficulty ما ينحط on French basis. اللغة الفرنسية هي معقدة أكثر ومش بس هيك. We have to tailor programs on French basis. بس الأجانب الأمريكان إذا بدك تقول تقدموا كتير وصار في standard programs لإلهم. So نحن on efficiency basis نقدر نشتغل أسرع بكتير إذا كان الولد English. الفرنش غير إنها لغة معقدة، البرامج الفرنسية هي أصعب. يمكن منهج مختلف كمان. وما عم بيكون في خدمات كافية وبرامج الحقيقة هون المشكلة إنه بلبنان عنا المدارس الإنجليزية عم تعطي الخدمات أكثر من المدارس الفرنسية باللغة الفرنسية وهذا تقصير طبعاً. هلا أكيد نحن بنتمنى اللغتين يكونوا قد بعض لحتى يكون هالإنتشار بكل لبنان. بكي لاحقاً ممكن كمان تقدموا إن شاء الله هالمنهج باللغة الفرنسية. أعطونا فكرة سريعة عن المتخصصين الموجودين عندكم بـ DYS. عم نحكي عن occupational therapy، عم نحكي عن psychomotor، عم نحكي عن psychologist اللي هي سكولير، وعم نحكي عن speech therapist. هون speech therapist عم نحكي عن oral level and written level. هدول هن أربع أنواع علاجات موجودة بقلب المدرسة. وعم نحكي عن orthopedagog اللي هي بتساعد دكتور بالاي اي بيز اللي هي الخطة الأكاديمية المنفردة. وكلهم يعني عندهم الكفاءة انه يشتغلوا مع الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية. هاي اختصاصاتهم، هيدا الميجرز اللي لهم، هيك تخرجوا من الجامعات. يعني هدول الأربع اختصاصات بأيدي أمينة. للمزيد من التفاصيل حول مركز دي واي اس 7172-7342 ويو كان هاف اس اون فيسبوك اللي هي ديس ال اي بي ديس لبنان. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. ميرسي. وفي مشاهدينا ومنتابعي حلقتنا.